ريبريزنتنج جانجسترز كرو من باردو. بديت مبارك اكتوبر 2015 ما كيفاش تعرفت على البريك؟ مشيت مرة دار شباب حي طابام، قابلت فيها وقتها ما نعرفوش، قابلت حمزة للجانج اللي هو معناها ود جروبي طبيعي. حمزة للجانج وكاو ريت فيش يبرك تصدمت يعني قلت حاجة مش نورمال، كاو حبيت نتعلمها وكاو طويكة معناها وصلت 10 barrels بحت 10 باتلوية 5 مرات. في سندلا كازا باليكلاسا دي هو كرو دي في المرسى founded by بي بوي جوست رامي جوست عمناو دخلت الجانجستر سكول معناتها كنت في نيفو في البريك معناها كنت في نيفو وليت في نيفو آخر معناها عرفت معناها برشا حاجات على البريك كيف عرفت معناها حكيت مع برشا معناتها بديت نعرف حاجات ما كنتش نعرفها معناها ما نظنش روحي إنه باش نعرفها كان ما دخلتش الجانجستر سكول. بيرفورمي في اي حاجه كرياسيونات مثلا باتلويت اي حاجه نحب نعمل كرياسيون مازال طول مش وقتها ما نحب معناها في الجولز نتاعي نعمل كرياسيون اوكي انسبيريني برشا بي بوي مانو هاسكيتس عجبني هيس ابروتش للبريك معناها ويعجبني كيفاش معناها معناها الستايل نتاعو معناها ميو فيش هو ياب فول تايم بيرفورمر ومعناها ابار البريك معناها رسام يعني هذيك هي حاجة اللي تعجبني معناها اسمه معناها انه هو معناها خدام الرسم اللي يعمل فيه وتحس معناها البريك نتاعو ديجا رسم ننصح اي انسان يحب يتعلم او يحب يملي بي باي يسال برشا ديما يتعلم معناها فهم البريك ما فيهوش معناها حدود ديما تتعلم كل يوم باش تزيد تتعلم حاجه وحاجه 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 معناها ديما تتعلم ديما ترينا صحيح معناها البريك معناها في كوتي كبيره ارتستيك مي معناها تستخدم فيه ياسر بدنك دونك معناها لازم مثلا تحافظ على بدنك تاكل مليح ترقد مليح ما تكيفش ما فهمت وما برشا حاجات لازم تعرفهم وكهو never give up.